السلام عليكم. في معركة التغيير السياسي التي يشهدها الوطن العربي اليوم، نزف المواطن العربي دماء غزيرة ودفع أثمانا باهظة في صورة هجرة ونزوح ودمار في البنية التحتية للبلاد، من دون أن يجني عائدا سياسيا يعتد به. واقع يقول عنه مراقبون إنه خسارة جسيمة للبشر والحجر. لكن في المقلب الآخر، ثمة فريق آخر يلمح مكاسب كبيرة حققتها الشعوب العربية في ساحة الوعي الجمعي، من ذلك أن المواطن العربي اليوم لم يعد كما كان قبل عقد من الزمان من حيث إدراكه لحاجاته الأساسية ولأهمية انتزاعها. هذان رأيان متقابلان، من بينهما يرتفع السؤال عن طبيعة وحجم الوعي الذي اكتسبه المواطن العربي في وقت يحصد فيه المنقلبون على الثورة في أكثر من بلد عربي مزيداً من المكاسب ويوطدون قاعدة حكمهم، الوعي العربي والثورة. على هذه القاعدة ينهد حوار اليوم من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. منذ اللحظات الأولى التي التهمت النار فيها جسد الشاب التونسي البوعزيزي، بدأت هذه النار تمتد لتشمل كبرى مدن الدول العربية، مطالبة بالحرية ورافضة للظلم والطغيان، بعد حقب زمنية شملت أجيالا من الشعوب العربية عاشت وماتت تحت الحديد والنار، جعلها تخضع ثم تخنع للاستبداد، ما ولد جيلا ترسخ في ذهنه أنه لا بد من القبول بتلك الأنظمة وأنها قدر محتوم ليس للشعوب مفر منها. لكن ثمة بارقة أمل وبصيص نور في نهاية النفق المظلم الذي دخلت فيه الشعوب العربية منذ سنين خلت، وبدأت الثورات والتظاهرات فنجحت في دول وأخفقت في أخرى، ربما بسبب عدم التنظيم أو استخدام الحكام للقوة المفرطة وغيرها من الأسباب، فعاد اليأس يساور بعض الشعوب بعدم جدوى الثورات. من جانب آخر، فإن تلك الثورات أعطت زخما معنويا للشعوب المقهورة أن ثمة أمل للمتطلعين للحرية، وأنه مهما كانت الإخفاقات لا بد أن تتوج المحاولات بالنجاح يوما ما، ما يجعلها تتساءل عن الذي حدث بالضبط في تلك البلدان، وهل ما كان ثورة بالمعنى التاريخي أم انتفاضة جماهيرية أم هبة شعبية أم تدخلا خارجيا أم كل ذلك معا. ومن ثم تسأل أيضا حول معايير نجاح الثورات أو الانتفاضات الجماهيرية ومعايير فشلها، وبالتالي أي من هذه البلدان العربية استطاع أن يحقق بعضا من المطالب التي رفعتها جموع المتظاهرين بعفوية في حينه، وأي منها لم يستطع أن يحقق شيئا على الإطلاق. وبالجملة، فإن الانتفاضة العربية أكدت بشكل أو آخر أنها قادرة على الخروج بوجه الظلم مهما كانت سطوته وجبروته، وأن تلك الأصنام الكبيرة يمكن تحطيمها بالإصرار والتضحيات. وأدرك الحكام أيضا أن وعي الشعوب قد يطيح بعروشهم بين طرفة عين وانتباهتها. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذان جمال نصار أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، وعمر كوش الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بالضيفين الكريمين. نبدأ من جهة القلب من الشمال. أستاذ جمال، يعني لابد أن نخوض في بداية الأمر يعني في فقه الوعي إذا صح التعبير، يعني ماذا يعني أن يكون المرء واعيا، وماذا يعني هذا الوعي في حالة الشعوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ جهاد ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. الحقيقة مسألة الوعي مسألة في غاية الأهمية، وهي محور الصراع الأساس بين الحق والباطل أو بين المسار الديمقراطي والمسار الاستبدادي. فكرة الوعي في اللغة معناها ضم الشيء إلى الشيء في أبسط معانيها، طبعا أيضا من معانيها اليقظة، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون يقظا بما يدار من حوله، وهذا لابد أن يتأتى بمفردات معرفية، بمعنى أنه لابد أن يعي جيدا ماضيه وحاضره ومستقبله، بمعنى أنه لا يجعل لأحد آخر يشوه صورته، سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، أو يملأ عقله بأشياء غير طبيعية. ومن ثم على كل إنسان بمفرده أن يسعى إلى مسألة الوعي، أيضا كل من هو في مستواه الأسري والمجتمعي والبيئي لابد أن يساهم في هذا الوعي. كيف ينبني الوعي دكتور؟ ينبني الوعي من خلال مفردات المعرفة المتنوعة، بمعنى أنه
الشخص على مستوى الفردي من الممكن أن ينال قسط كبير من المعرفة، سواء كان القراءة العامة أو التعليم، هذه روافد. المجتمع والبيئة والإعلام أيضا روافد، ولكن طبعا هناك إشكالية كبرى أنه الإعلام في الفترة الحالية وخصوصا أموال الطائلة التي تصرف عليه بيسيس بشكل كبير ويوجه الشعوب لما يريده الشخص صاحب المال أو صاحب القناة أو إذا كانت دولة أو إذا كانت مؤسسة إلى آخره. ومن ثم لابد أن يعي الإنسان، ولذلك حينما نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، معناه أن الإنسان يطلب الحكمة ويسعى إليها حتى لو في أماكن بعيدة جدا، يطلبوا علم ولو في الصين مثل هذا. طب هذا معذرة أستاذ جمال، يعني هذا الوعي في حالة الأفراد هل هو ينطبق نفسه على حالة الشعوب أم أن ثمة مفهوما محددا وأكثر يعني عمقا لوعي الشعوب؟ الشعوب هم أصناف، بمعنى شعوب نشأت في بيئة حضرية نالت حريتها تتنفس نسيم الحرية بشكل طبيعي. في هناك أيضا شعوب مقهورة يذلها الحكام والطغمة الحاكمة بشكل أو بآخر، فهذه البيئة بتساعد على أحيانا كثيرا على تشكيل الوعي. أيضا التعليم ومناهج التعليم المختلفة، المجتمع نفسه وتعاطي المجتمع الأفراد مع بعضهم البعض، كل هذا بيشكل وعي الناس. ومن ثم أؤكد مرة أخرى إنه الفرد أو المفرد الشخص بشكله المفرد عليه دور كبير في أن يعي. والله سبحانه وتعالى في الحقيقة ميز الإنسان بالعقل، يعني عن سائر الحيوانات أو المخلوقات، بمعنى أن يعقل الأمور، لا تمرر ولا تجعل لأحد أن يحشو عقلك بشيء تراه غير متزن وغير طبيعي، قسه، هناك معايير وهناك أسس لابد أن تقيس عليه في كل شيء. طيب هذه الأسس، يعني أريد أن أتحول إلى الأستاذ عمر، يعني يمكنك أن تضيف إذا أردت عن هذا، لكن مع هذه الإضافة أريد أن أسألك عن الوعي الزائف. الآن نرى كثيرا من الكتاب يتحدثون عن الوعي الزائف، وعي الأفراد ووعي الشعوب، متى يكون الوعي زائفا؟ وإلى أي مدى تتفق مع ما قاله الأستاذ جمال من أن الوعي ينبني على، بحسب ما فهمته وأرجو أن يصحح لي إذا كنت مخطئا، ينبني على المعرفة والعلم؟ بداية مساء الخير للجميع. أنا في اعتقادي أن الوعي يعني هو عبارة عن حالة، هي حالة طبعا عقلية تعبر عن إدراك الإنسان للواقع الذي يعيشه، وأيضا لإدراك العالم بواسطة طبعا مختلف الحواس التي يملكها. وأيضا هناك طبعا فلسفيا يعني يعتبر الوعي من جوهر الإنسان أو أحد أهم حقيقة جواهر الإنسان، والذي طبعا يميزه عن باقي الكائنات الحية. وهناك طبعا مدارس فكرية عديدة الحقيقة خاضت في تحديد مفهوم الوعي حسب المدارس الفكرية، طبعا بعضها من يربطه مباشرة بالعقل وبعضه من يربطه بالمعارف وإلى آخره. لكن في مجمل الأحوال عندما نميز بين أنواع الوعي، بمعنى هل الوعي مطابق للواقع، المقياس هو العقل. فهنا طبعا المدارس العقلية خاصة الديكارتية وغيرها تقول كل وعي يطابق الواقع فهو وعي حقيقي، بينما الوعي الذي يخالف الواقع فهو طبعا وعي زائف. طيب. حقيقة الوعي الزائف يعني طوره المفكرين والباحثين والفلاسفة بحيث أنه إذا كان بالفعل هذا الوعي الذي يشكله الإنسان يعبر بالفعل عن طبيعة واقعه وحاله وأيضا إدراكه للعالم المحيط به، عندئذ يعتبر وعيا حقيقيا. أما إذا كان عكس ذلك، بمعنى يشكل عكس الصورة التي هي في الواقع، عندئذ يعتبر زائفا. وطبعا ماركس الفيلسوف كارل ماركس هو من طبق هذه الحالة على الطبقة العاملة أو ما يسميه البلوريتاريا، وقال أن البلوريتاريا كانت أسيرة الوعي الذي شكلته البرجوازية ورب أرباب العمل عن هذه الطبقة، وبقيت أسيرة له.
لذلك هو وعيا زائفا وبالتالي عليها أن تثور وتغير هذا الواقع وإلى آخره كي يكون وعيا حقيقيا أو وعيا مطابقا. وهذا يجرنا إلى صلب الموضوع مباشرة، حتى أسأل الأستاذ جمال، يعني في حالة العرب إلى أي مدى الشعوب العربية بمختلف بقعها الجغرافية وتنوعها إلى أي مدى تمتلك وعيا بما يجري من حولها، بما يجري في بلدانها، بالطريقة التي تحكم بها؟ هل هناك أزمة وعي أم ثمة حدود معينة من الوعي يمتلكه العرب؟ لا شك أن هناك أزمة بطبيعة الحال، ولكن أيضا هذه الأزمة تختلف من مكان لآخر، بمعنى أنه هناك مثلا بعض البلدان العربية نسبة التعليم فيها مرتفعة، فبطبيعة الحال بتجد أنه الوعي بيزداد. الشعوب التي فيها نسبة التعليم أقل أو نسبة الأمية أكثر هتجد أنه، وأنا أقصد هنا الذي يعني الأم هنا الذي يجهل ما يدور حوله، ليس أمية القراءة والكتابة، ليس أمية القراءة والكتابة. من الممكن أن يكون رجل لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يفهم جيدا. يعني نحن نرى الآن بعض الأساتذة الكبار، أساتذة في الجامعات، ولكن ليس لديه وعي. ممكن رجل بسيط بائع بسيط يفهم ما يدار حوله. ومن ثم هي تختلف المسألة من بلد إلى آخر، ولكن في المجمل هناك أزمة حقيقية في الوعي، لأنه بطبيعة الحال كل هذه الدول وقعت تحت نير الاستعمار منذ عقود كثيرة. الاستعمار يلعب منذ فترة كبيرة على مسألة الوعي. ماذا فعل؟ يعني كانوا سابقا يقومون بعمل حروب ما يسمى بمثل الحروب الصليبية أو غيرها، وقالوا أنه لا يفل الحديد إلا الحديد ولا يقطع الشجرة إلا أحد فروعها. ومن ثم أخذوا يأخذون بعض الرموز الثقافية في هذه البلدان العربية ويقومون بابتعاثهم في الغرب، ويأتوا بعد ذلك لهذه البلدان وينشرون الفكر الغربي. وبعضهم ذهب إلى أنه يجب علينا، وهذا كان قول الطه حسيني مثلا، أن نأخذ ما ورد عن الغرب بحلوه ومره. هذا أمر خطير. يعني أنا قلت الحكمة ضلت المؤمن، يعني يأخذ الحسن ويترك القبح. فهذه هي الإشكالية الكبرى في مسألة الوعي العربي. ناهيك أنه الكبت السياسي وعدم إتاحة الحريات العامة، يعني حتى أنه يقال حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تمارس إلا في جو من الحرية. الحريات العامة المنضبطة بطبيعة الحال، ليست المنفلتة. كل إنسان يعني يفعل ما يراه مناسبا، يقتنع بما يراه، ولكن الحرية هي في الأساس. ولذلك كان هناك من فترة طويلة، هل تقدم الشريعة على الحرية أم الحرية على الشريعة؟ فأنا مع فكرتي، ولعل أحد أقطاب العلماء في هذا العصر الحديث هو الدكتور يوسف القرضاوي، ذهب بأنه تقدم الحرية على الشريعة، لأنك أنت لا تستطيع حتى أن تطبق الشريعة مثلا يعني إلا في جو من الحرية. حتى لا يستطيع أحد أصحاب الدينات الأخرى من المسيحيين أو اليهود أو غيرهم من الملل أصحاب الملل. لكن ما علاقة هذه الجزئية بحالة غياب الوعي أو ضعف الوعي عند الجماهير العربية؟ أنا فهمت منك أنك قلت في مرحلة التحرر من الاستعمار الغربي لبلادنا العربية أن نخبا عربية ابتعثت إلى الغرب وعادت لتبني وعيا مزيفا لدى الجميع. كيف تجلى هذا؟ يعني ما هو كيف نشأ هذا الوعي المزيف؟ نعم، تجلى ذلك بأنهم حاولوا بقدر المستطاع أن يزيحوا الفكر الأصيل والثقافة الأصيلة للمواطن العربي الذي تأسس عليها. يعني مثلا أضرب لك مثالا في الدراما، تجد مثلا أنه مدرس اللغة العربية أو الإنسان الملتزم يشوه صورته بشكل أو بآخر. تجد مثلا في الدراما يقال مثلا أن هارون الرشيد رجل مزواج، وهو هذا الرجل كان يغزو عاما ويحج عاما مثلا. الوعي التاريخي هنا، نعم. يعني ده جزء من المسألة. ما هو أنت عندك في جزء تاريخي اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية هو متعلق بالماضي والحاضر، بمعنى أنه يقول لك أنه الغرب وحالة الإبهار في الغرب هي فيها كل شيء، كل شيء. نعم، احنا نأخذ، وهم في الأصل يا سيدي هم أخذوا حضارتنا، حضارة الأندلس هم أخذوها وطوروها، ولكن نحن حدث لدينا انتكاسة. وكما قلت وأؤكد، لم يكتفوا فقط بمسألة المثقفين، بل زرعوا لنا حكاما
أنا في تقديري أنهم أس وسبب كل المشاكل وتزييف الوعي الذي نحن نعيش فيه. طيب أريد أن عطفاً على ما تفضلت به أتحول للأستاذ عمر، يعني بغض النظر عن يعني عن البعد الأيديولوجي في الحديث، يعني إلى أي مدى أنت ترى أن العرب يعانون من مشكلة إدراكية، يعني إدراك في الحياة الاجتماعية، في الحياة السياسية، في السلوك الاقتصادي؟ يعني نريد أن نتحدث إذا ما كان العرب يعانون من غياب هذا الوعي أو من ضعف هذا الوعي، ما مظاهر هذا الغياب؟ يعني الحقيقة كلمة العرب يعني كلمة عامة، أنا باعتقادي أنه الوضع تحدث عن الشعوب طبعا أنا. نعم، في الوضع في بلداننا يعني مختلف ونسبي، يعني بمعنى أن الشعب السوري يعني اليوم يعيش حالة معينة من الوعي ومن الإدراك مختلفة طبعا عن قبل 5 سنوات أو 8 سنوات مثلا، وأيضا الشعب الجزائري اليوم يعيش حالة من الوعي مختلفة تماما عما قبل أشهر قليلة. أين يتجلى لك هذا الوعي؟ يعني الوعي هنا يتجذر بأن الشعوب العربية عندما نهضت وقامت بالثورات، وهذا كان مفاجئ للعالم كله الحقيقة، لنخبنا مفاجأة وأيضا للنخب الغربية ولمراكز الدراسات بكل أنواعها سواء العربية أو الأجنبية، وبالتالي هذه الحالة من الحقيقة الإحساس بالوعي الحقيقي عندما خرجت الشعوب مطالبة بالخلاص من الاستبداد ومن هؤلاء الحكام الذين جثموا على صدورنا يعني عقودا طويلة، بالتالي هذه لحظة اكتشاف الوعي. لحظة يعني أنت تختلف مع الأستاذ جمال بأن هنا العرب يعانون ضعفا في الوعي؟ يعني أنا لست مع التعميم العرب كعرب، يعني هناك الوعي الحقيقة يتصل أحيانا بالمستوى الاجتماعي، بالمستوى المعرفي، يتصل حتى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي هناك درجات من الوعي. لا نستطيع أن نقول لكن أن الشعب السوري له درجة معينة من الوعي، لا هذا لا أستاذ عمر، يعني العرب الدول العربية ثمة سمات مشتركة بين العرب، طبيعة الحكم، طبيعة حتى النظام الاقتصادي، وفي معظمها تقريبا أنظمة اقتصادية ريعية لا تقوم على الإنتاج، ثم في العادات، في التقاليد، في الذهنية، في اللسان، في التاريخ المشترك، يعني ثمة تشابه كبير. هذا إلى أي مدى رسم أمامك يعني وعيا حدودا معينة من الوعي بأن الآن حتى في العلاقات الاجتماعية مثلا في الدول العربية هناك يعني انحدار في السلوك الاجتماعي، هناك انحدار في التعاطي مع السلطة، في كيفية التعاطي مع السلطة، سواء في مرحلة ما قبل الثورات أو حتى في مرحلة ما بعد اندلاع الثورات، هذا الذي يتحدث عنه الآن؟ لا هناك فرق كبير، أنا أختلف تماما مع هذا الكلام. الفرق كبير ما بين الواقع والوعي الذي كان طبعا موجودا في كل بلد عربي أو في كل وسط اجتماعي الحقيقة من البلدان العربية، وبين ما بعد الثورات أو من الثورات وإلى اليوم. سابقا كنا يعني قبل 2010 كانت هناك طبعا السلطة وتحكمها بمقدرات الناس وبالآخر تبث وعي زائف، بمعنى تقول عبر وسائل الإعلام وعبر المدرسة وعبر طبعا الأجهزة العديدة التي تملكها السلطات تبث وعي زائف، بمعنى تريد لهذه الشعوب أن تستكين إلى قدرها الذي هو أن يبقوا هؤلاء المستبدون في الحكم إلى الأبد، وهذا هنا شعار الأسد إلى الأبد بنسختيه الأب والابن. لكن في النسبة لسوريا، وأنا أريد أتحدث بسوريا الحقيقة، عندما خرج الثوار وخرجت المظاهرات السلمية في منتصف آذار 2011 هنا اكتشف الإنسان السوري نفسه، وبالتالي درجة الوعي ومطابقته للواقع أصبحت من أعلى ما يمكن. لذلك لاحظنا أن المتظاهرون والمحتجون في الشوارع وفي الساحات يعني حناجرهم وإبداعاتهم يعني أصبحت الحقيقة في حالة قصوى. يعني أنت أفهم من كلامك أستاذ عمر أنك تربط الثورات العربية بالوعي طبعاً. طيب هذا يعني ألمح فيه نوعا من التناقض في الحديث، بمعنى أن الأنظمة العربية في مرحلة ما قبل الثورة كانت تزيف وعي الناس. صحيح. فبناء على هذا الوعي الزائف ثمة من يسأل كيف يمكن أن تنهض ثورة بناء على وعي زائف. نريد أن نبحث علاقة الوعي بالثورة، ولكن لو أذنت لي أن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. Thank you.
يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1230 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الوعي العربي وعلاقته بالانتفاضة العربية الممتدة منذ عقد من الزمان. سريعا أذهب إلى الأستاذ جمال، يعني لاحظنا قبل الفاصل أن الأستاذ عمر له رأي خاص أن هذه الانتفاضة العربية التي تشهدها عدد من الدول العربية وراءها وعي. أنا أريد أن أسأل، أن أتأكد منك طبعا، علما أنه قال بأن الأنظمة العربية كانت تزيف وعي الجماهير العربية. أريد أن أفهم كيف يمكن فهم أن شعوب عربية وعيها مزيف يمارس عليها التجهيل، ثم بعد ذلك تقوم بثورة على عنوانها الأساس أن وعيها بحاجتها. تلحظ أنه الذي قام بالثورات العربية هم الشباب، وذلك بناء على أنه وسائل مهمة مثل الإنترنت، يعني وسيلة الإنترنت الآن، حتى أنه الباحثين الآن أصبح لديهم اعتماد كبير بالإنترنت، باحثين كبار. يعني أنا في الجامعة أحيل الطلاب مثلا إلى جوجل اللي هو الباحث العلمي مثلا، في مخطوطات، في رسائل علمية إلى آخره. إذن وسيلة الإنترنت بكل مفرداتها، فيسبوك وتويتر واليوتيوب إلى آخره، كل هذا بيساعد وساعد في إشعال. لكن الشعوب العربية من أقل بلدان العالم استخدام الإنترنت. هذا صحيح، بس تجد أنه بعض الدول العربية مثلا السعودية من أكثر، بالمقارنة عدد السكان طبعا، من أكثر الدول استخداما للإنترنت، لكن ليس استخداما للبحث العلمي وليس للقراءة السياسية. أنا أعرف هذا، ولكن أنا أقول لك، أنت سألت سؤالا محددا، هل الوعي جاء بدفعة للثورات؟ أقول لك نعم، والشباب كان لهم دور في ذلك، لأنهم فهموا وعرفوا كيف تسير الأمور، وخصوصا التجارب السابقة في البلدان الأخرى. أنت ترى الآن في السودان على سبيل المثال، ليس ببعيد، أنهم يقطعون الإنترنت. في مصر في ثورة 25 يناير، في يوم 28 يناير قطعوا الإنترنت. طب لماذا يقطعون الإنترنت؟ لأنهم يعلمون أن هذه وسيلة توعوية للشباب وللشعب كي ينتفضوا على هؤلاء الحق الظالمين الفاسدين المستبدين. لكن ثمة من يقول أستاذ جمال أن الشباب العربي، هناك مبالغة في الحديث عن وعيهم، الشباب العربي انطلق في تظاهرات عفوية تعبيرا عن حالة وجدانية انفعالية فرضها التضييق. هذا صحيح، هذا صحيح، حتى أنه مصطلح الثورة لم يكن في خلدهم ولا في حسبانهم، هذا صحيح، ولكن هي المسائل تحولت، لأنه زاد الظلم، بلغ الظلم مدى، ومن ثم تحولت الأمور في تقديري من فورة بالفاء أو انتفاضة إلى ثورة حقيقية أصبح لها أدواتها ولها مطالبها. ولكن للأسف أنصاف الثورات تقضي على الثورات بطبيعة الحال. لم يتعظ المصريين في ثورتهم ولم يكملوا ثورتهم، فانقلب عليهم العسكر، ضحك عليهم بشكل أو بآخر، وحدث ما حدث ويحدث وسيستمر هذا إن لم يكن هناك وعي حقيقي لطبيعة المرحلة. نعم. وخطورة العسكر في طيب. إدارة هذه المرحلة في بلداننا العربية. طيب أستاذ عمر، يعني صراحة قد يتهمنا المشاهد مثلا بأن الحديث يغلب عليه النزعة العاطفية والحماسية أكثر من النزعة الواقعية. يعني الثورة البلشفية في روسيا لم تنهض عام 1917 إلا بعد عقود من الكتابات الأدبية والفكرية والمؤلفات التي حضرت ومهدت لقيام هذه الثورة. والأهم من ذلك الثورة الفرنسية، عقود من الكتابات والاكتشافات العلمية والأبحاث في علوم الاجتماع والسياسة والفلسفة إلى آخره. ماذا قدم المثقفون والنخب العربية لكي تتحدث عن وعي عربي ينتهي به المطاف إلى ثورة أو انتفاضة؟ أولا الحقيقة سأعود إلى السؤال القبل. أنا في اعتقادي أن عندما نقول أن السلطات كانت تحاول أن تزيف الوعي، أن تجعل الوعي زائفا، هذا لا يعني أنها نجحت. في فرق بين الوعي السائد بمعنى الذي يظهر على السطح وهو وعي مزيف، لكن الناس لا تستطيع أن تقيس وعيها بما هو سائد. لذلك عندما
جاءت اللحظة، لحظة الثورة، كان الوعي في أقصى درجاته. هذا لا يعني أنه كان زائفا ثم أصبح، لا، من دون بنية تحتية، من دون كتابة، بالعكس، نحن لدينا قرون من الكتابات ومن الدخول في الحداثة. انظر للمفكرين العرب من الأجيال التي تحدث عنها الدكتور الذين أرسلوا إلى الخارج، أو علماءنا الموجودون. لا، لكن يقول لك هؤلاء الذين تستشهد بهم هم أنتجوا وعيا مزيفا. لا لا لا، ليس مطلقا. إذا في بعض الحالات إذا كان هذا أو ذاك، هذا لا يعني، لا لا لا، نحن لدينا كعرب بالحقيقة العديد من المفكرين والعديد من الفلاسفة، بل بالعكس أجيال. يعني لماذا نقول أن الغرب أو مثلا الفرنسيين لديهم فلاسفة ونحن ليس لدينا؟ لا، هذا لا، ليس صحيح، ليس هذا نوع من جلد الذات صديقي. نحن منذ الشعب، إذا أخذت الحالة السورية، وطبعا مصر أيضا حالة غنية وتونس حالة غنية وكلها، لكن باعتبار سوريا أخذ الحالة اللي على الأقل التي أفهمها جيدا، منذ الحقيقة عبد الرحمن الكواكبي الذي يعني طبع الاستبداد، الذي تحدث عن الحقيقة عن نظريات في الخلاص من الاستبداد وتعريف المستبد وإلى آخره، وكان سباقا يعني بالنسبة لكثير من طبعا هنا الحقيقة أنا أيضا مع أن الفكر الإنساني هو فكر واحد، بمعنى أن الشعوب تتأثر. نحن عندما أنجزنا للبشرية حضارة عربية إسلامية، هذه الحضارة الإسلامية كل الشعوب الأخرى تلقفتها، ونحن الآن عندما أنجزت حضارة الحديثة أيضا تلقفناها. الآن لبسنا وأدواتنا وكلها من إنجازات الحضارة الإنسانية الحديثة، ليست حكرا على الغرب، نعم، وليست حكرا على الشرق. طيب مضامين هذا الوعي العربي، أنت تتحدث عن وجود وعي انتهى به المطاف إلى قيام انتفاضات عربية. نعم، ما ليس انتفاضات، أنا ضد مصطلح انتفاضات، هناك ثورات عربية. طيب، ليس انتفاضة، في فرق، لا ماشي، حتى في بين الانتفاضة وبين الثورة. انتفاضة لا بأس، لا لا، الثورة أنا أقول بك الحالة السورية عندما تستمر وتعم كل المناطق وتطالب بالتغيير الجذري فهذه ليست انتفاضة. انتفاضة ربما تكون محصورة في بؤرة معينة أو بؤرتين ثم تنتهي بفورة. مضامين هذا الوعي، مضامينها الخلاص من الاستبداد، الحرية، الاستقلال، الديمقراطية، كل هذه بالعكس الثورات العربية صديقي رفعت شعارات من أنبل الشعارات في العالم، في الكون. ما رأيك بنقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، الله، حرية وبس؟ يعني هذه شعارات كونية. بالعكس كل الآن الشعوب الأخرى حتى في وول ستريت استلهموا من الثورة المصرية ومن الثورة السورية ومن غيرها عندما قاموا بمظاهرات تسمى باسمنا، وهكذا حتى في السترات الصفراء في فرنسا وإلى آخره. بمعنى أن المبادئ الإنسانية التي تشفعها الثورات هي عامة ولكل البشر، ولذلك نحن أخذنا من الثورة الفرنسية مبادئها الكبرى، العدالة، المساواة، الحرية إلى آخره، أي أننا نحن أيضا. ثم من يقول أن الثورة الفرنسية هي أخذتها من الشرق، من ممكن العالم يعني الإسلامي. يعني هذا طبعا تلاقح وتفاعل حضاري عظيم حقيقة منذ خلق الإنسان إلى اليوم، يعني هذا التلاقح والتفاعل لا يمكن أن ينتهي. فبالتالي حالة الوعي أيضا، الوعي بسمة ما هو كوني، يعني نحن قد نظن أنه إنسان يسكن في بلدة أفريقية بعيدة وعيه قليل أو لا، لا، هذا يعني انتقاص من الإنسان. هناك حالة من الوعي، لكن أحيانا درجات الوعي تصل إلى اليقظة العليا وأحيانا تكون في طور يعني السكون. يعني أنا أريد أن أكون أكثر عملية وأكثر واقعية مع الأستاذ جمال، يعني كيف يكون كل هذا المستوى الذي تتحدثان به عن الوعي العربي ويكاد يكون أقرب إلى المثالية إذا صح التعبير، بينما لم تبقى دولة في العالم ولم يبقى حزب في العالم إلا وتدخل في المنطقة العربية، كيف يتجسد هذا الوعي في ظل هذا الانفتاح على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية؟ لم نقل أن هناك مثالية في الوعي، بالعكس أنا ذكرت لك أن هناك مستويات في هذا وبيختلف من مكان لآخر حسب طبيعة التعليم والثقافة. انظر مثلا إلى مستوى وجودة التعليم في البلاد العربية، تجد أنها في حالة في غاية السوء في المجمل. بلدة تعتبر يسمونها حتى دولة صغيرة مثل قطر هي في جودة التعليم الرابعة على مستوى العالم مثلا. فأقصد أن أقول أنه المشكلة هنا في عدم وجود حرية. أنا في تقديري أنه الحرية هي الشعار ويجب أن تكون الشعار الأوحد الذي يجمع الجميع
وأن يتخلص أو تتخلص الدول العربية من الاستبداد والديكتاتورية، هذا مدخل طبيعي لزيادة وعيها. لماذا؟ أنت انظر الذين يتحكمون في المشهد. نحن مثلا نقول عندنا العسكر أصحاب 50%، مش كده؟ يعني قليل الوعي، يعني باختصار ناس يستخدمون السلاح ومقدرات الشعوب من أجل السيطرة والتحكم فيهم. فهذه إشكالية كبرى. يعني هذا حقي، السلاح الذي أنت تتحكم بي في هذا أمر خاص بي، ملك لي من ضرائبي والآخرة، وأنت قليل العلم وقليل المعرفة تستخدمه بطبيعة الحال تبطش به. إذن المسألة لابد من، حتى يكون هناك وعيا حقيقيا وعيا متزنا، لابد من إتاحة الحريات. طيب كيف تأتي الحريات؟ هل تأتي لنا الحريات طوعية؟ لا، الحرية لا توهب ولكنها تنتزع. لابد أن نسعى إلى حريتنا، لابد أن نسعى إلى استكمال وعينا. نعم هناك في مرحلة من الوعي استفاد بها الشعوب العربية من خلال الثورات العربية، ولكن لابد أن تستكمل هذه الشعوب وعيها من جانب، تسترد حريتها من جانب آخر، تأخذ بكل الأسباب المتاحة لديها. لأنه كما قلت لك، كلما أعطينا لهؤلاء الطغمة الحاكمة مساحة لكي يسيحوا فينا وكي يغيروا فينا، هيؤثروا في وعينا. لديهم أدوات في غاية الخطورة، على رأسها الإعلام. الإعلام يا سيدي الآن وأنت في المجال بيصرف عليهم مليارات، وفضائيات ومواقع إنترنت وإذاعات وإلى آخره. وهناك قطاع لا بأس به، بمعنى قطاع كبير في العالم العربي، هو قطاع أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعتمد على المشاهدة فقط. ونحن لدينا إشكالية أننا لا نقرأ، وإذا قرأنا في المجمل، يعني طبعا في حالات خاصة، وإذا قرأنا لا نفهم. هذا في الإطار العام في الغلبة يعني. فأنت عندك مشكلة. طيب ما الحل؟ النخب عليها دور في غاية الأهمية. وهنا هذا يعني نقطة مهمة. ثمة من قال بأن القواعد الجماهيرية العربية هي أكثر وعيا من نخبها من حيث نوعية وطبيعة المطالب التي رفعتها. هذا أريد أن أسأل عنه الأستاذ عمر، هل تتفق مع من قال بأن الشعوب العربية سبقت نخبها في قضية تقرير حقوقها السياسية ووعيها بهذه الحقوق؟ يعني الحقيقة هذا الكلام أحيانا مجازية، بمعنى أنه أحيانا طبعا النخب تحسب حسابات كثيرة، النخب الفكرية والسياسية والثقافية إلى آخره، وبالتالي طبعا تكون أحيانا في حالة نستطيع أن نقول لها من الكمون. بينما الشعوب عندما يعني تصل إلى درجة عدم تحمل، أو درجة معينة من تصل إلى لحظة الانفجار، عندئذ بالفعل يعني وعيها وتحركها تربطه بمقاييس يعجز أحيانا المثقف عن اللحاق بها، أو أن على الأقل. لذلك يكون هنا الوعي الشعبي أو الوعي الجماهير سباق، لكن هذا لا يعني أفضلية. يعني في فرق بين السبق وبين الأفضلية. أنا لست مع جلد النخب سواء الثقافية أو الفكرية أو السياسية. هناك الحقيقة فروقات، وهناك ظروف طبعا يقدرها المثقف ويعيشها المثقف، لكن اللحظة الكاشفة هي عندما تتحرك الشعوب ويتخاذل هذا المثقف. هنا أنا لن أقف مع المثقف، لكن عندما يأخذ بمطالب الناس بالضبط فينا. نعم هناك طبعا المثقفون مثلهم مثل باقي الحقيقة الشرائح الاجتماعية، من هم مع الناس ومع مطالب الناس، وبالعكس يقود معارك ويقود مطالب الناس حتى تتحقق، منهم من يتخاذل ويقف مع السلطان ومع الاستبداد. يعني لكن في ظل الحديث عن موضوع الحلقة اليوم، وهو وعي الشعوب العربية وعلاقته بالانتفاضة، يعني هناك تعثر حقيقي للثورات العربية. المنقلبون في عدد من ثورات، بل ربما جميعها تقريبا، الآن هم يحصدون المكاسب. نريد أن نبحث تفسير هذه الظاهرة بعد العودة من الفاصل. هذا فاصل أخير ونعود بعده لاستكمال ما تبقى من الحلقة، فكونوا معنا.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ جمال، إذا ما كانت الشعوب العربية تمتلك هذا النضج السياسي والفكري ولديها إدراك بمطالبها، بماذا تريد من السلطة، التغيير السياسي، فبما تفسر حالة التعثر في كل دول الربيع العربي تقريبا؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن الشعوب العربية نضجت، يعني هي ما زالت تحتاج إلى زيادة نضج. نعم هناك يعني مجموعات، لكن نحن قررنا قاعدة أساسية أنها تمتلك وعيا في الحلقة. الأصل لا تمتلك وعي، ولكن هذا الكلام ليس مطلقا، يعني لابد أنه الحكم المطلق لا يكون متزنا طبيعة الحال. ليس مطلقا، وإنما وعيا كافيا لإدارة الصراع مع يعني العالم. بدأت، أستطيع أن أقول أنه بدأت زيادة الوعي مع الثورات العربية، لأنه أنت لديك حالة من الكبت الشديد للشعوب العربية تحت مسميات مختلفة، في النهاية في ذل، في قهر، في استعباد. هذه الشعوب أو بعض من هذه الشعوب وبعض من الفئات في هذه الشعوب بدأ يعرف الحقيقة، وبدأ تحدث لديه ثورة، سواء على المستوى الشخصي نقل هذه الثورة لمن حوله، أصبحت ثورة مجتمعية لتطالب بالتغيير. يعني على سبيل المثال في تونس حينما بدأت الثورة، يعني كان المسألة مختصرة في مطالب حياتية، أبو عزيزي حرق نفسه عشان مطالب حياتية. في مصر كان وقوف ضد حبيب العدل اللي ما يقوم به، واعتراض على غلاء الأسعار مثلا، وهكذا بدأت الأمور في البداية. لكن هناك حالة من الاستبداد لفترات طويلة من الكبت، عقود كثيرة في كل الدول العربية في معظمها، يعني خصوصا ما يسمى بالجمهوريات. المشكلة أين؟ المشكلة أين؟ حينما يكون هناك فيما يتعلق بالنخب لهم أيديولوجية معينة وينتصروا لها، أو فئوية أو حزبية، فهذه تكون الإشكالية الكبرى. ولذلك أنت كما قلت والأستاذ مصطفى كما قال، فكرتي أن الشعوب أحيانا ترجح وتعلو على وعي النخبة لأنها محصورة في أيديولوجياتها أو في حزبياتها أو في فئوياتها. ولذلك في بعض الثورات مثل الثورة المصرية، حينما كان هناك شعارات ثابتة وعامة، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، فجمعت الجميع، وكان مشهد يعني شهد به العالم، والتاريخ لا ينسى ما قاله أوباما وما قاله رئيس وزراء إيطاليا إلا آخره حول الثورة المصرية. إذن حينما تتحرك الجموع الواعية في اتجاه صحيح بعقل متزن، ستكون هناك نتائج متزنة. أنا أطلب من الأستاذ عمر يعني أن لا يمكن عزل حالة ثورية معينة في الوطن العربي عن باقي الحالات، يعني كلها روحها واحدة والجذر واحد والدوافع والبواعث واحدة. أريد أن أسألك في هذا السياق، الآن عدد من الدول العربية، نقول مثلا تونس، هناك يعني انكفاء للمد الثوري، حركة نداء تونس هي محسوبة على الحرس القديم، على النظام السابق، فازت بالانتخابات من دون أن يعترض عليها القوى الثورية. في مصر الأمر نفسه، نزلت الناس في الشارع بغض النظر عن الأعداد، ورفعت وعطت تفويضة للسيسي، فانقلب على الرئيس الشرعي وحكم البلاد من دون أن يكون هناك يعني اعتراض واضح يذكر يعتد به عليه الآن. هذا الانتكاسة، ثمة من يؤسس لوعي جديد عبر الدراما، عبر المسلسلات، عبر المؤسسات الدينية التي تقودها الأنظمة، ألا يشكل هذا انتكاسة لاستكمال الوعي الجماهيري العربي؟ يعني أنا الحقيقة لست مع المتعجلين. عمر الثورات لا يقاس بسنة سنتين، ربما هناك بعض الثورات يعني لا تستغرق أيام، وبعضها ربما يستمر سنين. وحتى إذا رجعنا للتاريخ، الحقيقة الثورة الفرنسية لم تنجح خلال شهر ويوم ويومين. الثورة الفرنسية مرت بتعرجات عديدة جدا، ونحن نعلم هذه التعرجات. عاد نابليون وعادت الملكية أكثر من مرة، لكن بالأخير الثورة نجحت واستطاعت أن تقوم بعد تقريبا 99 سنة، ليس سنة وسنتين. وبالتالي اليوم إذا كانت هناك انتكاسة في مسار الثورات، هذا لا يعني أن الثورة قد فشلت أو تعرضت لحالة من التوقف. بالتأكيد مثلا نحن في سوريا منذ 2011 إلى اليوم مسار الثورة مر بتعرجات كثيرة، وربما هناك مسارات أخرى، لكن
الثورة بوعودها بمطالبها بأهدافها لا يمكن أن تتوقف. سيأتي. لماذا لا يمكن أن تتوقف؟ لا يمكن لأنه هذا قدر الشعوب، يعني بمعنى الشعوب لا يمكن أن تصمت عن مطالب التحرر والخلاص. هذه وعود، وعود يعني نذرت كل شعوب العالم، ليس فقط نحن كشعوب عربية. يعني مثلا الشعب الفرنسي قلت لك عندما بدأت الثورة ثم عادت الملكية وانتكست مرة ومرتين وثلاث، ثم تقريبا قرن بأكمله حتى انتصرت الثورة. لكن القوى الثورية في المنطقة العربية أستاذ عمر منقسمة على نفسها متجزئة، بينما القوى الاستبدادية تقريبا خطابها موحد وتسيطر على القوى الصلبة. صحيح الصلبة. صحيح. فكيف يمكن يعني القول بأن هناك يعني هناك أمل مثلا باستمرار هذا الحراك؟ الحقيقة يعني هناك عاملين أو أكثر من عاملين. بالتأكيد هناك طبعا ظروف عوامل ذاتية، بمعنى أن في الفعل أن قوى الثورة المضادة موحدة، بينما قوى الثورة يعني أحيانا تتشتت أو أحيانا تتشرذم أو على الأقل هناك خلاف بالأجندات. لكن بنفس الوقت العامل الآخر والذي الحقيقة هو مؤثر في منطقتنا العربية هو العامل الخارجي. لولا تدخل روسيا وإيران وميليشياتها لكانت الثورة السورية قضت على نظام الأسد منذ عام 2011. لولا تدخل بعض الدول في مصر لكانت يعني الأوضاع في مصر مختلفة. وأيضا الآن نلاحظ بالسودان بالثورة السودانية العسكر الذين أتوا وحاولوا أن يلتفوا على الثورة السودانية تدعمهم قوى خارجية يعني إقليمية ودولية. وبالتالي هناك عاملين حقيقة، عامل موضوع ذاتي وعامل موضوعي خارجي. العوامل مع الأسف يعني قدر الثورة دائما أن تكون القوى المضادة هي الأقوى، خاصة في حالتنا العربية. وهذا طبعا يعكس الحقيقة حساسية هذه المنطقة العربية، ودائما أن العيون الخارجية عليها مسلطة يعني بشكل دائم. طبعا أستاذ جمال، سياق الحديث يعني يقودنا إلى تساؤل مهم حقيقة وربما يكون جوهريا، لكنني تعمدت تأخيره إلى نهاية الحلقة. يعني أسألك هذا السؤال الأخير، ما طبيعة الصراع الحاصل في المنطقة؟ وهل هناك إدراك جماهيري عربي لطبيعة هذا الصراع؟ أول شيء حدد لنا ما هو هذا الصراع، وإلى أي مدى يمتلك العرب وعيا بهذا الصراع؟ هي طبعا المسألة في أصلها وفصلها في الإطار العام إلى يوم الدين ما يسمى بالصراع بين الحق والباطل، له تفسيره أو كل له تفسيره، ولكن دعنا نتلامس مع الواقع. التلامس مع الواقع يقول أن هناك صراع بين النظم المستبدة والشعوب التي تريد الحرية والكرامة الإنسانية. هذا الصراع له أسباب داخلية وأيضا عوامل خارجية. الخارج على سبيل المثال مثل بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني مثلا إسرائيل، هم يريدون تحقيق مصالحهم. فماذا يفعلون؟ يبحثون في هذه الدول أو يضعون بعض من حكام يدفعون بهم دفعا إلى سدة الحكم كي ينصاعوا إليهم ويلبوا كل طلباتهم ويقيدوا شعوبهم ويسجنونهم إلى آخره، إلى ما نرى الآن. نحن في فترة كاشفة حقيقة، نرى الأمور كيفما يراها أو تحدثت عنها الكتب، كتب الاستبداد ما يسمى بالكتاب الأسود. فإذا الصراع هو بين المسار الديمقراطي والمسار الاستبدادي. هذا الصراع له أدواته، له أساليبه، ولكن لابد على الشعوب وعلى النخب أن تعي هذا الدور ولا تنجرف تجاه الاستبداد. لأنه الإنسان المثقف حينما ينجرف تجاه المستبد فيدافع عنه. طيب. ويزور الحقيقة بشكل أو بآخر. أستاذ جمال، أنت ذكرت بأن هوية الصراع العامة أو العنوان العام هو صراع بين الاستبداد وبين الباحثين عن الحرية. إذا ما كان الأمر كذلك، فما الذي يدفع جون كيري وزير خارجية الأمريكي السابق وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا إلى الاجتماع والخروج بمؤتمر صحفي للقول إن مثلا دولة مثل سوريا محورية في موقعها الجيوسياسي، يقولون يجب أن يكون الحكم في سوريا ديمقراطيا علمانيا؟ لا أقول. طيب يعني أقول كويس، جميل. طيب. جدا. هؤلاء في الحقيقة لديهم ازدواجية مثالية، بمعنى الديمقراطية يريدونها عندهم فقط، الديمقراطية الحقيقية، ولكن لا يريدون أن نطبق هذه الديمقراطية عندنا. هم يريدون ديمقراطية تأتي بمن يريدون، بمن يحقق لهم مصالحهم. والعلمانية
قالوا علمانية، يبقى أن تكون سوريا علمانية. أيوة طبعاً. إذن أعطوا بعد فكري يعني أيديولوجي. السؤال هنا، السؤال هنا، الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب بإرادته ويأتي بمن يريده. طيب يأتي علماني، يأتي إسلامي، يأتي ملوش دين، يأتي أي مكان، ما المشكلة؟ ما في النهاية هذه حكم الشعب. طيب أنت لماذا تفرض صيغة معينة؟ ولماذا أنت تحارب اتجاه معين؟ لو أن الانتخابات في 2005 جاءت بالإخوان في مصر، وفي 2006 جاءت بحماس في فلسطين، لأنه يدرك طبيعة الصراع أكثر مما تدركها النخب العربية. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه هو فعلا يعرف المعنى الحقيقي، أنه هذا يهودي تعالى ورأي فاقتل. وحينما قال أحد اليهود من قيادتهم، قال لسنا أنتم ولسنا نحن من يقول فيه الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأيه. فهم يعرفون الطبيعة، ولذلك يشوهون ويزيفون. أنت قلت في سياق حديثك مثلا أن السيسي أخذ تفويض شعبي، هذا تفويض مزيف مثلا، يعني يزيفون إمكانياتنا، يسرقون مقدراتنا، يشوهون اقتصادنا، يأتون بحكام مشوهين يحكموننا، هكذا هي. طيب هذا يعني ذكر نقاط مهمة، لكن أريد أن أختم معك أستاذ عمر. في حالة الثورات العربية، بدلا من أن يحمل المجتمع الثوري والنخب الثورية خطابا واحدا موحدا نابعا من حاجات الثورة، نرى أن حتى في الكيان الواحد في سوريا مثلا، في مصر، في ليبيا، هناك خطابات متعددة. كيف يسهم هذا في صوغ وعي هذه الناس بمطالبهم بهويتهم؟ يعني بالتأكيد عندما تكون نتحدث عن ثورة في مصر أو في سوريا أو في تونس، فهي ثورة شعب، وهذه الشعب له مكونات، وبالتالي ليسوا على نفس الأيديولوجيا وعلى نفس الأفكار. هم يجمعهم مبادئ ومطالب عامة للجميع، بمعنى الخلاص من الاستبداد، إقامة الدولة المدنية، الخلاص من العسكر والمواطنة إلى آخره. ألا ينبغي أن تؤخر هذه الاختلافات إلى مرحلة استكمال التحرير أو استكمال النجاح في الثورة؟ هو هذا صحيح، نحن نتمنى ذلك، لكن المشكلة أن نحن لا يوجد وعي كافي. عندما يعني قامت الثورات ننظر إلى ما قبل، ما قبل الثورات هي فترة استبداد، ليس هناك حياة سياسية، ليس هناك حتى ممارسة لأي أبسط أنواع الحياة المدنية، وهذا يقودنا إلى غياب الوعي. هذا يقودنا أن هناك كان الحقيقة وعي زائف تحاول السلطة أن تفرضه على الجميع، لكن طبعا لم تستطع لأن الثورات قامت. طيب أشكرك شكرا جزيلا، أنت وكذلك ضيفي الأستاذ جمال، على ما أفضتما به من حديث. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين الأستاذ جمال نصار أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، والأستاذ عمر كوش الكاتب والمحلل السياسي في حراسة اللحن.